في كل علاقة مما يأتي حادث ما إذا كانت واي تمثل دالة إكس أم لا. المتغير المستقل إكس يمثل رقم الحساب، صح؟ إكس رقم حسابك في البنك. المتغير واي يمثل الرصيد. هل رقم حسابك اللي هو إكس ده لو في رقم حساب معين هيبقى مقابله قيمة الرصيد في نفس اللحظة، قيمتين الرصيد هنا مرة واي ومرة نفس رقم الحساب هنا له نفس القيمة الواي مرة تانية؟ يعني تخيل كده رقم حسابي انا مثلا في البنك 0 1 2 3 مثلا، ودرجه 0 1 2 3، هل هيعرف 0 1 2 3 يكون الرصيد 5000 وبعدين 0 1 2 3 نفس رقم الحساب الرصيد 5000؟ مستحيل يحصل الرصيد مثلا في المره الثانيه 50000، مستحيل يحصل الحكايه دي في البنك. رقم حساب محدد له رصيد محدد واحد بس في نفس اللحظه، مستحيل يكون في نفس اللحظه له رصيدين اثنين مختلفين. وبالتالي المتغير المستقل لإكس هو رقم الحساب مع المتغير واي رصيد في الحساب يمثل دالة. يمثل دالة، لماذا؟ لأن لكل قيمة الإكس توجد قيمة وحيدة لواي. ماشي؟ يعني ما فيش رقم حساب له رصيدين اثنين، رقم حساب واحد له رصيدين اثنين مختلفين في نفس اللحظة. أبحث عليه مرة رصيده 5000 ومرة رصيده 50000، ما تيجي. فعشان كده المتغير المستقل إكس يمثل اللي هو يمثل رقم الحساب، والمتغير واي الرصيد ديت تمثل دالة. لكن لو عكسنا، لو خلينا الرصيد الرصيد هو إكس وواي رقم ممكن وواي والرصيد هو إكس وواي هو رقم الحساب، تبقى ليست دالة. ليه بقى؟ لأن في 50000 دي ممكن 20 واحد رصيدهم 50000، مفيش مشكلة. ماشي؟ لكن بهذه الصورة رقم الحساب يقابله رصيد واحد فقط، بالتالي تمثل دالة. لكن لو أنا عاكس بينهم تبقى ليست دالة، لأن الرصيد مع رقم الحساب ممكن رصيد معين يكون متكرر مع كذا رقم حساب. طب نشوف الفقرة اللي بعدها. إكس 1 من 100، 4 من 100، 4 من 100، 7 من 100، 8 من 9 من 100. شوف هنا 4 من 100 في الاكس لها كم قيمه الواي؟ لها قيمتين مختلفتين ل 4 من 100. 4 من 100 ارتبطت مرتين، 4 من 100 لها مخرجتين، يبقى ليست داله. ليست داله، لماذا؟ لان ال 4 من 100 ارتبطت بقيمتين مختلفتين في واي، يبقى دي ليست دالة. نشوف مزيد من التدريبات هنا من قاعدة الدالة. قلت لك من خلال قاعدة الدالة عليك تفصل المتغير واي في طرف. طب ما المتغير واي مفصول هنا، واي بتساوي واحد على اكس، طيب خلاص صح عليك. طب هل لكل قيمة الاكس هتطلع قيمة واحدة لواي ولا تطلع قيمتين؟ تطلع قيمة واحدة. حط واي بخمسة، حط اكس بخمسة تلاقي الواي بواحد على خمسة، خلاص مفيش إجابة تانية. يبقى دالة لأنه لكل قيمة مفترضة لإكس كل ما أفرض قيمة الإكس أجد قيمة وحيدة لواي. طب هنا برضه نفصل الواي في طرف، فالاثنين تروح الطرف الثاني، تبقى الواي بتساوي اكس تربيع ناقص 2. يعني اقدر اكتبها كده، الواي بتساوي اكس تربيع ناقص 2. طيب افترض اكس تربيع ناقص 2، افترض كده قيمة الاكس محدده، لو الاكس بواحد مثلا، واحد تربيع بواحد ناقص 2 سالب واحد، سالب واحد دي قيمه واحده، يبقى فعلا دال. واكرر نفس الكلام لانه لكل قيمه مفترضه الاكس توجد قيمه واحده لواي. نكمل نشوف مزيد من التدريبات. هنا الرسمة اختبار الخط الرأسي، تذكر أول ما شفت تمثيل بين اختبار الخط الرأسي. في هنا خط رأس أهو، قطع الدالة، قطع العلاقة في كم نقطة؟ نقطتين. يقول له ليس دالة اختبار الخط الرأسي يقطع منحنى، ما أقولش الدالة أقول العلاقة، لأنها مش دالة، لا في نقطتين.
وياب في نقطتين معناها ايه؟ معناها برضو ان الاكس ارتبط مرتين. يعني شوف لو دخلت ان الاكس دي مثلا دي 2.1 لا مرتبطه مع عدد فوق بالموجب ومرتبطه مع عدد تحت بالسالب، فهي ليست داله. هنا شوف كده، او لو خدت الخط الرئيسي هنا نقطه واحده، هنا نقطه واحده، هنا نقطه واحده، هنا نقطه واحده، او الاختبار الخط الرئيسي دائما اي خط راسي هيقطع منحنى العلاقه في نقطه واحده اللي هي داله. داله اختبار الخط الرئيسي يقطع المنحنى في نقطة واحدة. واحد يقول لي بس ده مش منحنى، ده رسم زي حرف الدي. كل رسومات الدوال بنقول عليها منحنى الدالة، منحنى الدالة. في بعض الدوال تطلع خط مستقيم، بعض الدوال تطلع دائرة، بعض الدوال تطلع شكل منحنى فعلا، بس هي كله بنقول عليه منحنى الدالة أو منحنى العلاقة. نشوف